أنا سوالف عدي من النجف، ليش ما ربحت وياك زعبور؟ آه ربحتي زعبور، تريدي ترجعي؟ لا وايد شو ما يشتغلش؟ ها؟ ترجعي؟ هذا ربح الثلة كلها ما أريد أرجعها. تريدين الثلة كلها؟ أوكي المرة راح إذا فزتي نطيش فارس أبو صوت. إي يا أخي شو بدي أشتري من فارس زعبور؟ إيه 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 أوكي. يجو تريدين أسوي لك شيء؟ أسوي لك شيء باكج؟ نعم؟ أسوي لك شيء باكج أخليك أحمد نعيم وياهم؟ خليني اياهم بكي شو كذي بدي استلمهم. ايه اوكي غير تربحين اول شيء. اوكي شو اسمه قبل لا ابدا باللعبه اختي تسلم عليك تقول طيب واقف. اختي شو اسمها؟ اسمها ايلاف. ايلاف تريدين زواقه؟ ايش تقول واقف؟ روحي تزوقي. هاي زواقي تدللين يلا. حبيبتي اقولها جوي الهاي بطن كوش الصفرة ديش الصحة بطن كوش الصفرة افتح للدار ديش الحافة دي ها نحن الآن نفتح السحابة ببطء رويدا رويدا نبحث عن ما في داخلها من هدية قد تكون وضعت من قبل سيف أو من قبل بهيجة ها نحن نفتش يمينا اليوم ماكو بهيجة اليوم ماكو وديتها لأهلها لأهلها؟ إيه آه لقد وجدنا شيئا يا تبارك صدق والله العظيم ها نحن نضع الوسادة في مكانها ما أدري شلون باللغة تدري ايش ربحتي؟ ايش ما ادري ايش ربحتي غير لازم اقول لك. ربحت. ربحتي. لا ما اعرف ربحت. معصارة. عفوا شكرا سيش. وداعا الى اللقاء. كل وقت حباية قال لي صيدلي كل وقت حباية قال لي صيدلي كل وقت حباية